ننتقل إلى النظرية الثالثة واسمها SSS، يعني ثلاث أضلاع four similar triangles. فبتقول النظرية في المثلثين ABC و DEF، DE يساوي K في AB و EF يساوي K في BC و DF يساوي K في AC، يعني الأضلاع المتقابلة متناسبة بنفس ثابت التناسب. فبكون عندي في الحالة هذه المثلث ABC والمثلث DEF متشابهان with ratio K. طبعا البروف هان بيعتمد على إنشاء مثلث ثالث construct a third triangle اللي هو D prime E prime F prime، بحيث يكون الزاوية D prime بتساوي الزاوية A. فربطنا المثلث هذا الجديد بالمثلث ABC، وأيضا DE يساوي D prime E prime، ربطنا المثلث DEF في المثلث الثالث الجديد D prime E prime F prime، وأيضا DF يساوي D prime F prime. فممكن إحنا نعمل مثلث بهذا الشكل، أصبح في المثلث ABC والمثلث D prime E prime F prime الزاوية A بتساوي الزاوية D prime، وبما أنه AD بتساوي D prime E prime و DE بتساوي K في AB، فبكون D prime E prime يساوي K في AB، وكذلك D prime F prime يساوي DF و DF يساوي K في AC، فبنستنتج أنه D prime F prime يساوي K في AC. فبالتالي باستخدام النظرية السابقة المثلث ABC والمثلث D prime A prime F prime متشابهان بنسبة K باستخدام نظرية SAS for similar triangles. طبعا نستنتج من هذا التشابه بين ABC و D prime E prime F prime انه EF بتساوي E prime F prime. لماذا؟ لأنه E prime F prime بتساوي K في BC، لكن هو معطينا أنه EF أيضا بتساوي K في BC، فبالتالي نستنتج أنه E prime F prime بتساوي EF، وبذلك يكون المثلثان DEF و D prime E prime F prime متطابقان باستخدام اللي هو SSS. فبالتالي عندي المثلث ABC والمثلث D prime E prime F prime متشابهان، وهذا المثلث DEF يتطابق مع المثلث D prime E prime F prime، فبالتالي ABC يتشابه مع DEF بنسبة K with ratio K. ننتقل الآن إلى تعريف آخر للتشابه، هو نفس التعريف السابق لكن فيه تخفيف بالنسبة ل K. فهو K مش شرط أنه نذكره، فقط يجب أن يكون الأضلاع المتقابلة متناسبة بغض النظر عن قيمة K. فالتعريف يقول two triangles ABC and DEF are said to be similar. إذا كان طبعا هذا شرط الزوايا ما لا مفر منه، الزاوية A بتساوي الزاوية D، والزاوية B بتساوي الزاوية E، والزاوية C بتساوي الزاوية F، يعني الزوايا المتقابلة متساوية. And if the three numbers هذا وهذا وهذا متساوية، النسب يعني بدل الـ K راحت الـ K، صار عندي بس مهم إنه هذه النسب تتساوى. DE على AB بتساوي EF على BC وتساوي DF على AC. ففي الحالة هذه نكتب رمز التشابه المثلثين، فبنقول مثلث ABC is similar، هذا الرمز similar تو اللي هو المثلث DEF، هذا التعريف. فبالتالي اختفت K لكن ظل تناسب الأضلاع. الآن ممكن في ضوء هذا التعريف المخفف أو الجديد نعرف النظريات الثلاث السابقة ASA theorem، ASA for similar triangles وتسمى أيضا AA. فبيقول إذا كانت الزاوية A بتساوي الزاوية D والزاوية B بتساوي الزاوية E، then المثلث ABC is similar with اللي هو المثلث DEF، يتشابه المثلثان ABC
ودي اي اف فقط، زي لقينا ان الزاويه اي بتساوي الزاويه دي والزاويه بي بتساوي الزاويه اي. طبعا هنا الزاويه الثالثه يجب ان تساوي الزاويه الثالثه اللي هو الزاويه سي بتساوي الزاويه اف. ففي الحاله هذه الزوايا المتقابله في المثلث اي بي سي تساوي الزوايا المقابله في المثلث دي اي اف، فيتشابه المثلثان. هيك اسهل. بالنسبة للنظرية الثانية اللي هي Theorem SAS for Similar Triangles، فبتقول إذا كانت الزاوية A بتساوي الزاوية D، كان DE على AB بيساوي DF على AC، then المثلث ABC يشابه المثلث DEF. وهنا طبعا ما نتكلمش عن K حتى اختفت التعبير with ratio K اختفى لأنه مش مهم. طبعا هذه هي نفس النظرية SAS for similar triangles، هي نفسها بس عدنا صياغتها باستخدام التعريف الجديد للتشابه. وأخيرا النظرية الثالثة Theorem SSS for similar triangles بتقول إذا كان DE على AB تساوي DF على AC وتساوي EF على BC، فيتشابه المثلثان ABC و D اي اف. لاحظوا انه هذه هي الاصل انها تكون النسبة اللي اسمها كي، كي بتساوي كل الثلاث شغلات هذه. هان في مثال بسيط عندي، افرض انه في مثلث اي بي سي ودي اي اف، اي بي بتساوي 6 وبي سي بتساوي 12 وحدات، اي وحدات، واي سي بتساوي 15. وفي المثلث دي اي اف كان عندي دي اي بتساوي 60 اللي هو قد هذا 10 مرات، و اي اف بتساوي 120 قد بي سي 10 مرات. يعني نقدر نقول هان كي بتساوي 10 ان دي اف بتساوي 150 قد اي سي 10 مرات. يعني نقدر نقول انه كي بتساوي 10. فما دام الاضلاع المتقابله متناسبه بنفس النسبه اللي هي 10، كي بتساوي 10، فبكون عندي المثلث اي بي سي والمثلث دي اي اف متشابهان باستخدام SSS. لاحظوا أنه في تناسب بين الأضلاع المتقابلة في المثلثين، لكن حتى بالنسبة للمثلث الواحد مثلا ABC في نسبة بين الأضلاع، مثلا الضلع AB بتساوي نص الضلع BC. في المثلث أيضا DEF الضلع DE بتساوي نصف الضلع اي اف، وكذلك اي بي بتساوي 2 على 5 من اي سي، وكذلك دي اي بتساوي 2 على 5 من دي اف. يعني النسبة بين اطوال الاضلاع في المثلث اي بي سي تساوي نفس نسبة الاضلاع في المثلث دي اي اف فقط. هذه هي الملاحظة بالنسبة لتناسب الاضلاع، وهذا معناه انه التشابه يعني انه عندي مثلث كبرته بنفس النسبة، الطول العرضي عن نفس النسبة، فبكون في الحالة هذه مشابه للأول، أو صغرته بنفس نسبة الطول إلى العرض أيضا بنتج عندي مثلث مشابه للمثلث الأصلي. الآن من الناحية الجبرية نلاحظ أنه DE على AB تساوي DF على AC مكافئة ل DE على DF تساوي AB على AC. ليش؟ لأنه لو هذه كانت صحيحة فبكون DE على DF بتساوي AB على AC، وأيضا لو كانت هذه صحيحة بنستنتج الأولى اللي هو DE على AB بتساوي DF على AC. فبالتالي في مرونة هان بالنسبة لشرط تناسب الأضلاع في مثلثين إذا أردنا أن نفحص هل هما متشابهان أم لا. فالآن في إعادة لكتابة اللي هو النظريتين الأخيرتين اللي هي SAS for similar triangles و SSS for similar triangles. فبصير شكلها في ضوء هذه المعادلة أو في ضوء هذا التكافؤ، إذا كانت الزاوية A بتساوي الزاوية D وكان عندي AB على AC بتساوي DE على DF، ففي الحالة هذه بيكون عندي المثلث ABC يشابه المثلث DEF. الصيغة الجديدة للنظرية SAS for similar triangles هي كالتالي: F angle A equals angle D إذا كانت الزاوية A تساوي الزاوية D
وكان AB على AC يساوي DE على DF، فبكون عندي المثلثان ABC و DEF متشابهان. أما النظرية الأخيرة فهي SSS for similar triangles، تصبح صيغتها كالتالي: إذا كان AB على AC يساوي DE على DF، وكانت AB على AC تساوي DE على EF، فبكون المثلثان ABC و DEF متشابهان. فقط عدنا صياغة الشروط اللي موجودة في هذه النظرية، وإلى اللقاء.